بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بناء على طلبات الأصدقاء اللي هي نقطة نجاحنا إن إحنا بنحاول نلبي هذه الأوامر أو هذه الطلبات في صورة فيديوهات توضيحية، هنتعلم اليوم مهارات كتابة المعادلات الحسابية في برنامج إكسل أيا كانت إصدارته بطريقة سهلة وطريقة مبسطة في أقل عدد دقايق ممكن لتعم الفائدة. كل اللي بطلبه من كل متابعي قناة طارق نجار التعليمية على اليوتيوب نشر هذه الفيديوهات التعليمية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو تويتر أو لينكد أو خلافه لتعم الفائدة بالنسبة للجميع، وجاري إعداد جدولة بالنسبة لكل طلبات حضراتكم لإعداد الفيديوهات التعليمية في جميع المجالات بأسلوب مباشر وبروابط مباشرة دون استخدام اختصارات الروابط. بافتراض ان حضرتك قمت بإعداد هذا الجدول، ادخلت فيه المبيعات او المشتريات او الدرجات او المصروفات ايا كانت، وعايزين نقوم بإجراء عملية جمع والمتوسط ونجيب النسبة، مثلا النسبة المئوية. دخلنا البيانات، عايزين نتعلم مهارة كتابة المعادلات الحسابية أو الرياضية. بداية تعالوا نجيب المجموع. إيه هو المجموع؟ إنك بتجمع محتويات خلية زائد محتويات خلية زائد محتويات خلية. تأكد أولا إنك أنت واقف في المكان الصحيح، ثم تأكد إنك أنت باللغة الإنجليزية عن طريق Alt وShift شمال، ثم بعد ذلك هتكتب تضغط على رمز يساوي، ثم بعد ذلك هتحدد الخلية اللي هي سي 2 ثم زائد، ثم تضغط على الخلية سي دي 2، بنتكلم على محاور أفقية، ثم زائد، ثم هتبدأ تضغط على اي 2 او انك تكتبها يدوي لو المساحة مساحتها تكتب اي 2، ثم تضغط على رمز زائد ثم اف 2 ثم تضغط انتر فتتم عملية الجمع. عايز تتأكد استخدم الكالكوليتر للقيام بإعادة الجمع. ايه ميزة هذه الطريقة؟ انك انت بتجمع المحتويات دون النظر الى الارقام الموجودة. اذا لو احنا قمنا بتغيير التسعين دي لخمسة وتسعين يعني زودنا خمسة، هيترتب عليها ان المجموع هيبقى بدل ما 345 هيبقى 350، عادي 95 ونضغط انتر بقت 350. لو احنا نقصنا ال 90 دي خليناها 85 هتنقص 5 درجات تبقى 345. اذا دي الطريقة الأولانية. الطريقة الأولانية انك بتقف في المكان الصحيح، ثم بتفكر في نوعية العملية الحسابية اللي هتقوم بيها. لو جمع يبقى يساوي اسم الخلية زائد الخلية زائد الخلية زائد الخلية، ثم تضغط انتر، فمجرد ضغطك على انتر يتم تنفيذ هذه العملية. ثم بعد ذلك مش مطالب انك تقوم بإعادة الكتابة مرة أخرى، هنقوم بنسخ هذه المعادلة الإيكويشن وتطبيقها على باقي الأعمدة أو الصفوف. هنقف أسفل كده حسب النوعية، هل اللغة العربية ولا اللغة الإنجليزية؟ أسفل الخلية جهة اليسار إذا كان باللغة الإنجليزية يتحول إلى مؤشر بهذه الطريقة، ثم أضغط وأسحب فيتم إجراء العملية الحسابية بكل سهولة ويسر. دي الطريقة الأولانية بالنسبة لعملية الجمع. طب تعالوا بينا نجيب المتوسط وبعدين نقول لحضراتكم على استخدام الفانكشن أو الدوال. لما نجيب المتوسط، المتوسط إيه هو؟ هو المجموع على العدد. تمام؟ يبقى لازم تقول يساوي، ثم هتفتح قوس، تفتح قوس وتقول لي المجموع اللي هي سي 2 زائد دي 2 زائد اي 2 زائد اف 2. طب ما هي موجوده في خانه المجموعه اهو. يبقى طالما جه المجموع اقدر اجيب المتوسط واقفل القوس واقسم على عدد كم شهر على اربعه، نقسم علامه العلى الاول وبعدين اربعه وبعدين اضغط انتر يديني المتوسط. يبقى انا جبت المتوسط ازاي؟ المتوسط هو المجموع على العدد. يبقى قلنا يساوي وبعدين فتحنا قوس جبنا المجموع لان المجموع موجود اللي هو جي 2، وقفلنا القوس واستخدمنا علامه على اللي هي سلاش، ثم عدد الشهور كام؟ اربعه، وضغطنا انتر فظهرت بهذا الوضع النتيجه. البعض الاخر كان ممكن يعملها ازاي؟ تعالوا بينا نعملها بطريقه ثانيه.
نكبر بس الخلايا بالطريقه دي كده اهوت على اساس انها تكون موجوده معانا. الايه هو المتوسط؟ المتوسط هو يساوي، وبعدين افتح قوس عشان في حاجه اسمها اولويات العمليات الحسابيه، اللي هي الاول بيتم حل ما بين الاقواس، واذا كان في نوعين من الاقواس يبقى الاقواس الداخليه ثم الاقواس الخارجيه ثم بعد ذلك الاس ثم بعد ذلك الضرب او القسمه ايهما اقرب لعلامه يساوي، ثم الطرح والجمع ايهما اقرب لعلامه يساوي. هنكتبها يدوي، يبقى يساوي افتح القوس واقول له سي 2 وبعدين زائد دي 2 زائد اي 2 زائد اف 2 واقفل القوس وبعدين علامه سلاش اللي هي على وعدد الشهور 4 واضغط انتر فيديني المتوسط بهذه الطريقه، ثم بعد ذلك اقوم بالنسخ بهذه الطريقه. طيب البعض هيقول لي انا عايز اجيب النسبه المئويه، عشان اجيب النسبه المئويه اعمل ايه؟ هقول له قول لي يساوي، قول له يساوي ثم هات لي المتوسط واضربه في المية اللي هي شيفت وي عندنا شيفت وي الخمسة ثم اضغط انتر يديك في المية بالطريقة دي. تبقى احنا حولنا الرقم الى نسبة مئوية. لا دي مش نسبة مئوية، ده رقم عشري. اقوم بتحديد الخلايا المراد تحويلها الى نسبة مئوية، تمام، نحددها، وبعد التحديد اذهب الى من تبويب هوم ادور على علامه البرسنتج في المية واضغط عليها فيحولها على طول الى نسبه مئويه بهذه الطريقه. طيب تعالوا بينا نلغي هذه الاشياء، نلغيها نحولها الى ارقام عاديه برضو موجوده في شريط الرئيسي ده، نضغط نوت ونخليها جنرال وبعدين نضغط على ديل ونمسحها ونتكلم على طريقه اخرى للقيام بالعمليات الحسابيه اللي هي طريقه استخدام الفانكشن او الدوال. عشان نستخدم الدوال يبقى لازم الاول تظهر للبرنامج انك تستخدم داله ايكويشن تقول له يساوي. طيب تجمع الداله الخاصه به هي سم، كان ممكن تستخدم اوتو سم لكن احنا بنتعلم مهاره سريعه وهي مهاره استخدام الدوال يدويا بدون المعالج، ثم اضغط شيفت. يبقى لما تيجي تستخدم الدوال يبقى الاول علامه يساوي ثم اسم الداله سم ثم تفتح قوس للمدى وتحدد اول خليه اللي هي سي 2 سي 2 ثم شيفت والكاف اللي هي نقطتين ثم اف 2 وتقفل القوس وتضغط انتر يديك المجموع. يبقى لازم تعرف ان داله المجموع هي داله سم، فاحنا كتبنا يساوي ثم اسم الداله فتحنا قوس اسم الداله الاولانيه في المدى لان ده يسمى مدى، مدى يعني البدايه والنهايه، ثم نقطتين فوق بعض شيفت والكاف ثم اخر الداله اف 2 وقفلنا القوس وضغطنا انتر. البعض يقول لي طب والله انا هريح دماغي هعمل ايه؟ هقوم بوضع المؤشر في خانه اللي انا عايز اضيف فيها المجموعه ثم بعد ذلك اذهب من تبويب هوم اللي هو الصفحه الرئيسيه اضغط على اوتو سام مرتين كده مرتين كده، تمام، برافو عليك. البعض الاخر يقول لك طيب وانا ممكن استخدم معالج الدوال، اقفل اهوت ثم بعد ذلك هضغط على معالج الدوال اللي هو الاف اكس من شريط الصيغ موجود اهوت، نضغط عليه يديني كده اهوت، اجي كاتب له الداله انا عايز اعمل داله سم، اكتب له في الديسكريبشن او في الوصف سم واقول له جو، هيبدا يجيب لي الداله هي الداله الاولانيه، او اقول له يديني بعد كده البارامتر الخاصه بها المعاملات بتتكتب ازاي سم، والرقم الاولاني كوما منقوطه سيمي كولن والرقم الثاني كوما منقوطه. الله، امال ايه اللي انت عملته في الاول؟ اللي انا عملته في الاول ان انا عملت مدى، كتبت اسم الخليه الاولى ونقطتين فوق بعض ثم اسم الخليه الاخيره وقفلت القوس. هنا هو ممكن تعملها بطريقه ثانيه انك تستخدم البارامتر او انك تقول له اوكي فيبدا يحددها لك، ده هو تيجي جاي عند الرقم الاولاني وتحدد له المدى يدوي اللي هي الشهور الاربعه كده فهو يكتبها لك، او كان ممكن انك تيجي في النمبر 1 تضغط الرقم الاولاني في يناير، نمبر 2 الرقم الثاني في فبراير، رقم 3 الرقم الثالث في وهكذا، ثم اوكي ثم بعد ذلك نقوم بنسخ هذه الداله على هذه الوتيره. نيجي المتوسط اقول له يساوي اسم الداله افريج افريج، يبقى كتبنا اسم الداله وهو المعالج
بيديك الاسماء، ثم تفتح قوس واول خليه اللي هي سي 2 داخل المثال، ثم شفت و الكاف، اخر خليه اف 2، ثم شفت والصفر، ثم اضغط انتر فتظهر المتوسط بهذه الطريقه. يبقى احنا كتبناها يدوي يساوي اسم الداله، فتحنا قوس اول خليه في المدى نقطتين فوق بعض، اخر خليه وضغطنا انتر، ثم نقوم بنسخها وتطبيقها. او ان حضرتك ممكن من تبويب هوم تيجي جايبها بدل ما وصلنا هو، لما تكمل بيديك الدوال الفانكشن الشائعه الاستخدام، تستخدم افريج فتتكتب ويتعمل لك المدى، تروح تعدل المدى لان المدى هنا غير صحيح، لان المدى اللي هو عباره عن اف 2 وليس جي 2. يبقى نضغط اف 2 في الوقت ده واضغط انتر واقوم بنسخها، وفي نفس الوقت ممكن استخدم معالج الدوال اللي هو الاف اكس او من قائمه فانكشن، هستخدم اف اكس ثم اكتب ان هو اسم الداله افريج واقول له جو، هتظهر اول داله بيتم تحديدها ويديك الباراميتر، مش عاجبك الباراميتر قول له اوكي، يظهر صندوق حواري، في الصندوق الحواري حدد المدى يدوي اهوت، او كان ممكن في نمبر 1 تحدد درجة يناير، في نمبر 2 تحدد درجة فبراير، في نمبر 3 تحدد درجة مارس وهكذا، احنا بنحدد المدى بهذه الطريقة، ثم نضغط اوكي فيتم ادراجها بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. ثم بعد ذلك اجي على النسبة المئوية، النسبة المئوية هي عبارة عن ايه؟ نفس الطريقة اللي احنا كررناها مع حضراتكم، اللي هو هنقول يساوي وبعدين اسم اللي هو الدرجة الموجودة هنا اهوت، ثم علامة في المية اللي هي شيفت وي الخمسة وتضغط انتر وتقوم بنسخها، اتحولت من رقم الى رقم عشري وتقوم بنسخه، ثم بعد ذلك من تبويب هوم هنضغط على اللي هي عملية التحويل للبرسنتاج ديت، هيحولها لي كلها الى نسب مئوية مع عملية التقريب. كده استطعنا ان احنا نكتب المعادلات بكل مهارة بكل سهولة. البعض يقول لي طب والله لو في دوال صعبة شوية اعمل ايه؟ بسيطة، اضغط على اف اكس دهيت او استخدم الهيل، قول له دالة مثلا زي دالة اف، تمام، واقول له جو، لما اقف عند دالة اف بيديني البراميتر اهي. يبقى الصيغة دي مهمة جدا، في دالة اف قال لك الشرط الاول، ثم في حالة تحقق الشرط تظهر قيمة، وفي حالة عدم تحقق الشرط تظهر قيمة أخرى. إذا من خلال معالج الدوال نستطيع فهم الدالة وكيفية كتابتها بكل سهولة ويسر دون أي مشاكل. أتمنى أكون وفقت في شرح هذه المهارة السريعة اللي طلبها عدد كبير جدا من الأصدقاء. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.